السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن جوجل سلايد، وهو عبارة عن مثل عمل برزنتيشن، مثل تقريبا استعمال الباوربوينت. راح أضغط على جوجل كروم وراح تطلع لي هذه الصفحة. طبعا ما راح أحط موقع، هو منه في مربع هذا صغير، حط مور لأنه هو موجود هني. Even more from Google. ننزل لين نشوف كلمة سلايد ونضغط ضغطتين عليها، راح تحول لي على صفحة الجيميل، ولازم أكتب إيميلي. إذا ما عندي إيميل أقدر create an account، أسوي لي إيميل قبل البدء، وأحط النيم ولاست last name واليوزر نيم اللي ابي، والباسورد، واعيد على الباسورد وبيانات اكملها. انا عندي ايميل وراح احط ساين ان واحط الباسورد. حاول انجليزي. تطلع لي هذه الصفحة الرئيسية. انزين تطلع لي بهذا الشكل. اقدر اغير الشكل من هذا المربع يكون بهذا الشكل، او ارد يكون بهذا الشكل، او على حسب الاحرف، او على حسب اخر شيء انا مسويته. يعني مثلا last opened by me، يعني مثلا انا اخر مرة مسويته، اخر مرة مبطلة هذا بعدين هذا، او ان ثالث أيقونة اللي هي إني أسوي ملف وأحط فيه البرزنتيشن اللي أنا أبي. إذا بسوي برزنتيشن جديد من زر زائد، تطلع لي الحين صندوق فيه عبارة عن أنماط للبرزنتيشن اللي أنا راح أصممه. هذه بعض الأشكال، أو إني أقدر أطلع الشكل اللي أنا أبي مني، وسلايد سايز اللي هو الحجم. راح أضغط على السلايد يطلع لي هذا السلايد. طبعا هذول عبارة عن فايل، إديت، فيو، إنسيرت، سلايد، فورمات، إيرن، تول، تيبل، هيلب. وبعد شوي راح نشوف خصائصهم. راح أضيف سلايد اللي هو سلايد عبارة عن الصفحة، راح أضيف كذا سلايد مثلا عشان أبي أرقمهم. الترقيم راح يكون من الترقيم راح يكون من insert سلايد نمبر أبني. شنو راح نلاحظ؟ راح نلاحظ ان الصفحة، ان السلايد الاول في رقم واحد، والسلايد الثاني في رقم اثنين، في رقم اثنين، والسلايد الثالث في رقم ثلاثة. نروح حق السلايد الاول اللي هو السلايد الرئيسي، في العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي. العنوان الرئيسي مثلا نضغط على نكتب دولة الكويت. أنا مو عاجبني الخط ولا اللون، أقدر أغير بخصائصه. طبعا راح أحدده، لأن إذا كان كذي ما راح تطلع لي الخصائص، ولكن إذا ضغطت عليه بضغطة واحدة وحددته راح يطلعوا لي الخصائص مثل ما هو موجود عندكم. الخط مثلا أبي أصغره 48، نسوي 30، أشيل السمك، أحط مائل، أحط تحت خط، أغير لونه، ممكن يكون هاللون، وأرد سميك، وأشيل مثلا سماكة، وأشيل منه الخط وأحطه، أحطه بالنص المحاذاة،
وهذول لحق الفقرات والأرقام لفقرات معينة. الحين عدلنا بخصائص العنوان، وأقدر أحط، أقدر أتحكم في المربع اللي موجود هذا. مثلا شوفوا شلون البلاك باك جراوند حق المربع والحدود، تلاحظون شوفوا انا حطيت اصغر عشان يبين، احط نوع ثاني او اسمك، او سمكت خليت اسميك المربع، احدده مرة ثانية عشان قد اتحكم في بالمربع. طبعا بغير لونه، بحط ابيض واستنى واحد خط مستقيم، شوفوا شلون تغير. اما عن العنوان الفرعي، مثلا نكتب حط محاباته وأخلي اللون مثل ما هو. الحين إذا أبي أشغل the presentation وأبي يصير له animation، شلون أحدد المربع وأضغط على view animation راح يطلع لي هذا التعطيل اللي على جنب، وراح اضغط على add animation واختار fled line in. مثلا هو شنو في fled in fled out fade out fly in fly out zoom in zoom out spin spin. مثلا انا ابي fly in، وهني شنو مكتوب on a click، يعني لما اضغط على السبيس راح يطلع لي التأثير اللي هو الانيميشن. انا حغير مثلا احط مع with previous، اتحكم بسرعته واضغط بلاي عشان اجرب وشوف شنو راح يطلع لي. راح يطلع لي بهالطريقة، واضغط على ستوب، وحين احدد العنوان الفرعي واضغط على add animation واضغط على فيد اوت وبحطه مثلا بأون كليك. شلون راح يصير الطريقة؟ راح تصير كذي، نضغط على ستوب اكس عشان اذا نشيله. الحين ابي احط، طبعا هذا انا وايد مأذيني مثلا، وابي اصغره بتحكم فيه، ممكن اني اصغره، ممكن اني احركه فوق تحت، احطه مثلا بالنص وتكون هذا يكون هذا الشكل، هذا ايضا يكون هذا الشكل. الحين أبي أحط صورة من insert إدراج image، هذه الطريقة الأولى. أو في هذا الشريط، ومن هذا الشريط أيضا في صورة الصورة الإيمج تختار. يعني الحين عرفنا طريقتين، يا إن من إدراج insert image أو من
الشريط هذا وعلى طول image، يا أني أخذ من الملف اللي أنا أبي أو من كاميرا اللاب أو URL اللي هو موقع معين، your albums Google Drive search. احنا راح نختار من upload choose an image to upload، مثلا ناخذ من سطح الديسكتوب المكتب، ناخذ مثلا شعار ونعدل. لاحظنا ان صارت على الكلام، موقعها مو حلو لونها، فراح نقدر نعدل فيها، مثلا نصغرها نحطها على المكان اللي نبيه. حط هذا شنو كروب ايمج، اقدر يعني اقص الصورة. ريست ايمج اقدر احطها يمين يسار او من هذا الدائرة، هذه الدائرة الصغيرة ممكن اخليها مايلة او نعدلها. image options the brightness، نتحكم في تأثيرات الصورة نفسها بهالطريقة، نخليها كذي. باك جراوند السلايد نفسه اقدر اتحكم فيه، ممكن انه يكون بنفسجي صورة معينة حق الباك جراوند. طبعا اذا ضغطنا على اكس او اذا ضغطنا على ريست راح يعيد لنا من الاول. احنا نضغط على ابلاي تو اول عشان حق كل السلايدات الموجوده عندنا، فنضغط على بلاي ات اول بس تو اول، بس احنا ما نبي، فراح نضغط على ريست. هذا عن الباك جراوند، قدرنا نغير اللون ونحط الصورة. اللايت نتحكم في تشكيلة البرزنتيشن اللي احنا نبي السلايد نفسه. ثيم مثلا ما حبينا من اول شيء، يعني خلصنا سوينا برزنتيشن بس ما حبينا التصميم، نقدر نضغط على ثيم ونختار من هني. الحين أبي هالجملة يكون عليها شيب، يعني شكل من الشريط اللي معروض قدامنا أو من insert شيب، ونختار الأشكال هذا فيها الشكل وفيها الشكل وفيها الأشكال وفيها الأشكال. مثلا هذا يطلع لنا السهم، شوف شلون تحول الى زائد. نحدد المكان اللي نبي، نعيد مرة ثانية. لاحظنا انه صار على الكلام، شلون اذا بنغير؟ طبعا هذول الخصائص، نضغط على كليك يمين تطلع لنا ايضا الخصائص، نضغط على سنت باكورد. سنت باك عفوا، ونكمل في الفيديو الثاني بعض الخصائص المهمة.
موجودة لدينا.